إيش ممكن يخسر المقعد الآسيوي؟ أول شيء نقول اليوم إنه الوحدة حظيظ إنه الرايد فاز على الفيصلي. صح. هذا خدم الوحدة كثير يعني قلل من الخطورة. صدمة الخسارة. طبعاً هو ما اليوم أيوة اليوم هو لم ينصدم وقابل بطل الدوري. أتفق مع أخوي حميد كثير على تجهيز اللاعبين، لكن الهلال يبحث عن الفوز اليوم وحصل عليه وحيبحث الأربعاء القادم الشباب لكسر رقم عدد الأهداف في الدوري اللي 70. صالح النصر اليوم بكسره أيوة حيكسر رقم النقاط، إذا فاز حيكون 72 نقطة والنصر 70 نقطة وإذا الموسم تعادل الماضي في الدوري الاستثنائي، إذا تعادل يكون ذا سيم 70-70 طبعاً يعني حيكون في صالح يمكن الاستثناء أوكي. لا أنا أعتقد ما راح يفرط فيها. عموماً اليوم الوحدة يعني خلينا نقول الواقعيين، اليوم الوحدة نزل يبحث عن لواءات تعادل عشان يضمن آسيا، تهمه آسيا، مدرب وطني طموح، ولكن قابل فريق يلعب بهدوء بطل يعني ما عنده حاجة يخسره، إضافة إلى الفارق إذا مرتاح، إضافة إلى الفارق الفنية بين اللاعبين يكون واقعيين. ومباراة كانت سهلة يعني الهلال فاز بأقل مجهود، نقول مبروك وهاردريك للوحدة اللي أتمنى أنها تكون في آسيا لأني أنا أحب إبراهيم عيسى المحياني. طيب عشان أنت تحبه، طب أنا حقول لك عشان